بجد الترحيب بحضراتكم. معايا في الاستوديو استاذ يعني النقد الرياضي استاذ ابو المعاطي زكي، واحد من النقاد الرياضيين المميزين، وهو يعني صديق ليا طبعا استاذ ابو المعاطي. متشرف اني معاك يا محمد حبيبي، والله متشرف اني معاك والله. ربنا يخليك، دايما ليك اراء مميزه دايما واستمرار، صولات وجولات كده بحب اتفرج انا على اليوتيوب كده. بنقول اللي يرضي ضميرنا ويرضي ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله، شرف بيك ومنور قناه الاهلي استاذ ابو المعاطي، واول مره ابقى متواجد معاك. ده ليا الشرف. خليني بقى نبتدي كده بمباراه الاهلي والنجم الساحلي ورايك في المباراه، واكيد يعني مباراه صعبه مش سهله من وجهه نظر كل الناس، مش المباراه بس. اسهل من مباراه الترجي هناك بجد؟ اه طبعا اسهل، والنجم الساحلي اضعف من الترجي كده. ولو الاهلي لعب بنفس التركيز اللي ادى بيه مباراه الترجي هناك، الاهلي هيكسب كتير، هيكسب اكتر من المباراه اللي هي اللي احنا كسبنا فيها 2-1 هناك. لو لعب بنفس التركيز وبنفس الاهتمام رغم النقص العدد اللي موجود نتيجه غياب حسام عاشور و احمد فتحي، يعني الحته دي حته الوسط الدفاعي دي فيها مشكله، لكن وغياب حسام عاشور ياثر، لكن اظن ان كابتن حسام البدري عنده بدائل جربها. طب ايه البدائل اللي كان يعني مثلا هشام محمد مازال حتى يعني الكبيره موجوده؟ ما انت مش دافع فيه 12 مليون عشان يجي يقعد على الدكه يقعد يتعلم. مين؟ هشام محمد. ماشي، بس هو يعني في الماتش اللي فات لا مش مصاب، يعني موجود وفي كبيره النهارده. موجود؟ لا مفيش كبيره العادة. هو بيتمرن وكويس طبيعي، لكن لسه حتى كبيره موجوده. لا مفيش، لا كويس وسليم ويقدر انه يلعب. تمام، هما بيقولوا يقدر انه يلعب. ما كانش هتبقى بتجيب كارت من الكروت اللي ورا زي اللي جربه كابتن حسام في قدام الرجاء، انه يلعب رامي ربيعه في الحته ديت ولعب فيها قبل كده، ورامي ربيعه كان بادئ كده مع كابتن زيزو، كان بادئ في الحته دي كده في وسط، فوارد انه يعمل ده. لكن بصفه عامه انت ما عندكش مشكله في الحته دي، المشكله اللي عندك هي في الشق الهجومي، انك انت حسن استغلال الفرص والتهديف. فرصه في المباراه طبعا لازم تامن ورا بشكل كويس، لانك انت لو جه جون هيقلب لك الموازين خالص، لكن انت قدامك فرصه قدام انك تسجل وانك تهدف وانك تلعب على انك تكسب. لو ده لو في تركيز، وانا عارف ان كابتن حسام عامل تدريبات تخصصيه لوليد ازارو خاصه بعد ان هو لسه رجله ما جاتش على الجون الماتش اللي فات ده، خايف هو يلعبها، فقام لعبها الاجاي حتى بالعرض، وانت فرده كابتن محمد ومهاجم كبير وعارف الحته دي، لازم هو ياخد ثقه. لكن هو مع الوقت لا هيدي، لا يعني هو محتاج بس ان هو ثقه في نفسه، محتاج جلسات من كابتن حسام من زمايله بحيث ان هو ياخد ثقه. لكن بصفه عامه النجم الساحلي مش اقوى من الترجي. لو النادي الاهلي ادى بنفس التركيز اللي ادى بيه مباراه الترجي هناك، ولو كان شريف اكرامي فت زي ما كان في المباراه ديت، اعتقد انه هيلحق الماتش ده. يعني حته الضمه ديت مش هتبعده عن ماتش النجم الساحلي، اذا كانت ابعدته عن الرجاء. ومحمد الشناوي كويس، لكن باذن الله شريف يبقى جاهز، فبالتالي النادي الاهلي باذن الله هيكسب وهيكسب كتير. هي يعني الفكره فكره حسن استغلال الفرص وفكره التركيز في المباراه، وعدم ان اللعيبه تنشغل باي حاجه. اللعيبه لازم تحط قدامها حلم المونديال، كاس العالم في الامارات، واستكمالا لفرحه المصريين واستكمال فرحه التاهل لكاس العالم. كاس العالم ان انت كنادي اهلي توصل نهائي وتوصل ايضا لكاس العالم الانديه، يعني دي حاجه تبقى. وعلى فكره ده ممكن تبقى فرصه للي ما يبقاش في انتخابات في النادي الاهلي زي اتحاد الكوره، ده راح مونديال وده راح مونديال. اتحاد الكوره فعلا ما فيش خلاص. لا في انتخابات طبعا، في انتخابات ده قانون. مفيش حد على راسه ريشه في البلد. بس دي كانت مفاجاه من وزير الشباب الرياضي ان هو بلغ اتحاد الكوره. مش مفاجاه. هقول لك انا الحوار دار بيني وبينه نهايه خالد عبد العزيز، يعني نهايه الشهر اللي فات. انا عرفت ان هو جاله الفتوى بتاعت لجنه الفتوى والتشريع في مجلس الدوله. فاتصلت سالت سياده الوزير، جالك الفتوى بتاع الفتوى والتشريع؟ قال لي بخصوص كذا. قال لي سمعت مش هنتكلم في حاجه غير بعد المباراه. انا كنت عارف انها جات له او ما جاتلوش، هو مش راضي يقول، لكن هو قال مع مجلس الاداره في اجتماعه بيهم اول امبارح هنا في مشروع الهدف ان دي ده قرار الفتوى والتشريع. الماده صريحه، اجراء الانتخابات في كافه الانديه الهيئات الرياضيه صحيح. وتعديل الاوضاع، فالمساله دي مفروغ منها. كان ايه الفكره؟ كان اتحاد الكوره بيقول ان احنا وفقنا اوضاعنا قبل كده. طيب ما اتحاد الطايره برضو كان وفق اوضاعه قبل كده وعمل لائحه تتناسب مع الاتحاد الدولي. فكره ان لما انا اجي اقول اطبق قانون واقول انا صعدت لكاس العالم وانا اللي عملت وانا اللي سويت، لدرجه حتى ان الوزير صدق الكلام ده فكاتب بوست عنده ان المجلس ده هو اللي اختار الجهاز الفني هو اللي عمل. لا ده مش صحيح. في مجلسين كملوا هذا الانجاز. المجلس الاولاني جمال علام وحسن فريد والمجموعه دي، اللي هو اللي اختار الكبر حتى جمال علام ما كانش موجود. جمال علام اختاره المجلس وراح قعد، كان عنده مشوار في اسوان قعد فيه 10 ايام، لكن قعد اللي عمل العقد هو كابتن حسن فريد وهبل هيطه كان وقتها عضو مجلس اداره، ومجدي المتناوي
هم اللي عملوا عقد تصاعدي تشجيعي، والعقد ده يا ريت يتطبق في كل الانديه، انك انت بس وبدا ب 75000 دولار لهكتور كوبر ومساعديه الثلاثه. اذا لو انا النهارده في اتحاد الكره بقول لا انا وصلتكم المونديال، يبقى خلاص نرجع الناس بقى اللي هي تعاقدت اصلا مع هكتور كوبر ونجيبهم نحطهم في المجلس. الفكره لو انا بقول ان انا وصلتكم، والا بقى النهارده لو النادي الاهلي خد وصل كاس عالم يبقى ما نعملش انتخابات، يبقى خلاص الناس وصلوا لنا مونديال وحاجات بالشكل ده. فالفكره فكره احترام القانون وسياده ده القانون. ده هيحصل في كل حته يا استاذ. فبالتالي الناس ايه المفاجاه، الصدمه في اتحاد الكوره، الصدمه هي شعور اعضاء اتحاد الكوره ومجلس اتحاد الكوره بالخيانه. لان الوزير لا همس ولا غمز ولا لمح ولا شاور ولا قال انه ممكن ده يحصل. ماشي؟ وعشان كده قد يكون الوزير قبل كده قلت هنا ان يجب في ازمه النادي الاهلي مع اللجنه الاولمبيه، قلت ان يجب ان يبقى في حوالين الرئيس مستشارين رياضيين وقانونيين يقولوا له ايه اللي يحصل، لان في ان اللجنه الاولمبيه ماشيه غلط. يعني مين يقول ان انتخابات اللجنه الاولمبيه اتعمل، واللي اصلا الاتحادات اللي اتعملت 11 اتحاد، يعني مين اللي هينتخبك اصلا؟ انت ما عملتش انتخابات. اللجنه الاولمبيه برضه طفق اوضاع طبعا. ده هيحصل؟ لا، ما هو المفترض هو ده على الانتخابات، ما هو الانتخابات دي توفيق اوضاع. تمام، يعني لكن هو ده خلاص الانتخابات، لكن اصلا الانتخابات اللي انتهت في الاتحادات 11 اتحاد. ما تستنى باقي الاتحادات، يعني انت مستعجل على ايه؟ ده انت ما عملتش انتخابات في الفروسيه اللي رئيسها حطب. يعني قصدي اعمل انت خلص باقي الاتحادات وادعو للجنه الاولمبيه، بس خليها في الاخر بحيث تكون كل الاتحادات خلصت. لكن هي الجزئيه المهمه جدا 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 هي فكره اعمال القانون، تطبيق القانون. فارجع لك بس الجزئيه اللي انا بقول لك عليها، لما احنا قلنا هنا وناس كتير قالت والنادي الاهلي اعترض، اعتقد ان بقى في مستشارين على مستوى عالي مع في الرئاسه في كده، لكن مش في مجلس الوزراء، بره مجلس الوزراء اللي بقوله ده انا مسؤول عنه، هم اللي قالوا ان لازم يتعمل. ليه بقى؟ لازم يتعمل انتخابات في اتحاد الكوره. ليه لازم يتعمل انتخابات؟ الناس ناسيه ان في حكم نهائي بات بحل اتحاد الكوره نتيجه بطلان العمليه الانتخابيه، نتيجه ترشح اثنين كان عليهم قضايا. احنا نسينا اصلا مثلا. احنا نسينا المونديال نسانا. بس حاجه حلوه يعني برضه ان المونديال نسانا ودي فرحه، لكن انا ما اجيش اطلع طبعا ما اجيش اطلع على الهواء اقول انا عشان انا وصلتكم مونديال ما يجيش حد يركب على الانجاز. طب ما في ناس عملت جابت كوبر وقعدت مع كوبر، بقول لك لان الوزير نفسه نسي، كاتب النهارده على صفحته ان المجلس ده اختار الجهاز، هو ما اختارش، اللي اختار حسن فريد واللي اختار مجدي متناوي وايهاب الهيط، وده حقهم هم الثلاثه. يعني هل الثلاثه دول يقولوا احنا لازم نبقى موجودين دلوقتي؟ يعني في انتخابات في طبعا في انتخابات. طيب خلاص نرجع بقى للنادي الاهلي. نرجع. وانت كنت بتتكلم على حته الفرص. كان على فكره الموضوع الفرص ده ما كانش موجود اثناء وجود وليد ازارو برضه. كان قبل كده وكان حسام كان مشكلة. يعني كانت مشكله بالنسبه له وتؤرقه دايما باستمرار، ولكن خليني اقول لك ان مباراه زي بتاعت النجم دي بس كان الهارب كوليبالي كان حلها شويه. الى حد ما اتحلت. ولكن طبعا الامور طبعا وكان فوقان مؤمن ووليد حليلها. انت بالنسبه لك بتحاول مع وليد ازارك المباراه زي كده يعني انت الفرصه زي ما انت بتتكلم استاذ ابو المعاد تبقى ممكن تجي لك واحده نص واحده. طبعا هي دي النقطه. فبالتالي نتمنى طبعا زي ما انت بتقول كده التوفيق واستغلال الفرص بشكل كبير ان شاء الله. حلها طبعا وليد انه يركز بشكل كبير مساعدة زمايله. وليد ازارو ان شاء الله يركز، واظن ان هيبقى وليد سليمان جاهز للماتش ده، وعبد الله السعيد يبقى جاهز وفت، ومؤمن زكريا واجايب. الامل كله في هذا الخماسي ان هو يعني لو ركز، اقسم لك بالله لو ركز هيعمل سكور على النجم الساحلي. النجم الساحلي مش زي ما قايل البعض انه هيكسب الاهلي اتنين هنا، لا الاهلي يكسب مستريح لو في حاله تركيز. لو في حاله لا انت قلت كلمه كويسه قوي. لو انا بلعب بنفس التركيز واسلوبي اللي لعبت بيه ماتش الترجي هناك اعتقد هتكسب كتير. سهله تسهل كمان هتكسب كتير لان فرقه النجم الساحلي اضعف من الترجي. طيب خلينا يعني مباراه الذهاب هناك النتيجه 2-1 ممكن تاثر لا على الفريق. انت لو جبت جون صعب، يعني لو جبت جون صعب تحافظ عليه، ده برده مهم ده. لكن انت مش مفترض انك تجيب جون. مفترض ان الاهلي زي كده ماتش الترجي، انت هم تقدموا، لا انت تعادلت وكسبت، فانت تقدر تلعب اصلا على انك انت تبقى عندك اصرار انك تسجل. لو بقى عندك اصرار انك تسجل ومأمن ورا ومركز ورا، لا هتكسب وتكسب عدد كبير. هي الفكره فكره التركيز يا كابتن. لو في تركيز شديد
لعيبه عارفه يعني ايه كاس عالم، عارفه يعني ايه انها تحقق بطوله افريقيا، ولو في التركيز ده موجود لا الاهلي يكسب، والاهلي يكسب مستريح، والاهلي لعيبته بيمتلكوا خبرات كبيره جدا. ما تنساش ان اكتر من 7 لعيبه 8 لعيبه دلوقتي في النادي الاهلي في منتخب مصر، فعندهم التركيز الشديد ده، عندهم حلم ان هم يروحوا الامارات يلعبوا كاس عالم في الامارات مش في اليابان. فبالتالي انت هتبقى مستمتع، بتلعب في وسط جمهورك وبتلعب في وسط في اجواء مناخيه مشابهه ليك، هيبقى في 12 كمان يبقى بتكتب تاريخ ان شاء الله، يبقى بتكتب تاريخ جديد لهذا الجيل اللي هو مش باقي منه من لعب كاس عالم غير عدد قليل، شريف اكرامي، متعب، احمد فتحي، يعني دول اظن اللي باقيين ولعبوا كاس عالم من المجموعه اللي موجود. عدا هذا ما حدش فيهم لعب كاس عالم. لا ممكن يبقى في مجموعه، ممكن يبقى في عماد كان موجود اللي هم في 2012. فبالتالي ده مكسب كبير ليهم. كابتن حسام البدري عارف ان الجمهور زعلان منه عشان ماتش النجم الساحلي هناك. كابتن حسام لما بيركز بيبدع وبيبقى فيه، واللعيبه لو ركزت بص حل النادي الاهلي لو من غير مدرب في التركيز، لانه بيمتلك عناصر فرديه تمتلك قدرات ومهارات غير طبيعيه، ويستطيع ان هم يعملوا سكور على النجم الساحلي. فكره انك تركز، انك يبقى عندك اصرار، انك يبقى عندك روح قتاليه، حسن يعني ايه يعني اجراء التغيير في الوقت المناسب. انا طبعا زعلان ان متعب مش موجود، ومتعب خساره انه مش موجود في الوقت ده، وانا شايف ان في ناس عملت مشاكل او ابدت غضبها بطرق مختلفه في مراحل مختلفه كان ممكن انها بتتعاقب ماليا، لكن متعب في الماتش ده النادي الاهلي كان محتاجه جدا جدا جدا. كابتن حسام لو ادى الثقه لمتعب لا ده يكسبه بطولة افريقيا مستريح، ويكسب منتخب مصر اي ماتش. متعب ما زال عنده الدوافع انها ان هو مهاجم كويس، وهو متعب مش بقى حته ازارو، يعني عند ازارو انت عاوزه والنبي يا رب تثق في نفسك وتسجل. عند متعب لا، هو بيجيد استغلال اي فرصه تجيله، يعني متعب نسبه تهديفه تفوق ال 70% من الفرص اللي بتجيله. فده طبعا انت عارف معزه متعب عندي انا طبعا شخصيا بحبه جدا، وهو حتى بيطلع فريق الاول وانا موجود لكن في لازم في وقت ما اوقات في امور كتير قوي لازم انا اتمالك نفسي، امس ابتدي اركز اكتر. خلي بالك بس من حاجه، متعب متزمالك نفسه بقى اكتر من سنه ونص. لا متعب متزمالك نفسه النادي الاهلي ما ينفعش ان انا الحساب هتتفك في وقت ما فاهمني طبعا قصدي ايه. لا ما هو في مشاكل حصلت في مراحل مختلفه واتلمت. جميل جميل جميل. في مشاكل طبعاً حصلت واتلمت. دي كانت ممكن تتلم لو انا عاوز المها، لو القرار عندي ان انا الم الازمه بتاعت متعب، لكن القرار عندي ما كانش ان انا الم الازمه، القرار عندي ان انا لا يبقى عبره، يبقى نموذج. بص يا كابتن، احنا وصلنا لدرجه امبارح ان كابتن مصطفى يونس قال له روح الزمالك لو عايز تلعب كوره، انت مش تلعب كده خلاص في الاهلي. فما ينفعش يبقى فيه عفوا في المفرد اللي هقوله يعني تربص بمتعب. لا هو مفيش تربص عمره يعني انت ما هو انت بص بص انا اقدر اضغط برضه اكلمك بمنتهى الامان انا فضل. بقول لك وما زلت بقول لك عماد متعب من يعني من اعز الناس كابتن ليه. متعب لو خد نص فرص ازاره ولكن يبقى فرد منتخب مصر. مفيش مدرب، وده دايما كنت بسمعه يعني انا برضه انا تعرضت لموقف زي كده، مفيش مدرب بيشوف لعيب ممكن يكسبه وما يلعبش. لا في ما اعرفش انا اجيب لك واقعه تاريخيه. كابتن طاهر ابو زيد في كاس العالم 90 ماشي اوكي، يعني كابتن جوهر عارف انه ممكن يكسبه في ماتشات كان بيقعده برضه، كان كابتن عبد الرحمن بيلعب عليه مثلا، يعني كان في ناس بتلعب على طاهر ابو زيد ها وطاهر ابو زيد برضه يعني خدت يعني او في ناس بلاش نقول اسامي يعني، لكن وارد ان ده يحصل. بس مش معنى كده كابتن حسام بيعمل كده خالص، مش قصدي كده خالص، انا قصدي اقول ان انا كنت ممكن المه لانك انت محتاجه في الوقت ده. يعني بدل ما نقول له والنبي ازاره يا رب، بدل ما ندعي ربنا والنبي يا رب ازاره يعني يثق في نفسه ويحسن استغلال الفرص، كنت هقول ان لا متعب يقدر يعوضني عن ده وانا واثق في ده. لو جات له فرص لا هي هي هيقود هي يعني هيحسن استغلالها بشكل افضل بكتير. لكن برضو عشان ما نظلمش وليد ازاره، لا وليد ازاره عنده سرعات، عنده قدره على الاختراق، عنده تمرير جيد، منها الجون اللي بقول لك عليه اللي هو عامله لاجاييه. انا شايف انه بادئ يعني بادئ يخش في يعني ايه في مرحله الثقه والتهديف باذن الله. باذن الله ربنا يوفقه. خساره حسام عاشور واحمد فتحي، خساره فتحي في مباراه زي كده، اتنين رجاله، اتنين معجونين اهلي بروح هنا، معجونين بشكل ان هم بيمثلوا عناصر قياديه داخل الملعب يا كابتن، سواء احمد فتحي او سواء حسام عاشور.
عندهم قدرة على القيادة جوه الملعب، عندهم قدرة على التوجيه، عندهم قدرة على بس الحماس في نفوس زمايلهم، فالاثنين خسارة. أحمد فتحي إنذار وعاشور إن الإصابة ترجع له تاني. لكن برضو عاوز أقول إن النادي الأهلي عنده 30 لعيب، عنده بدائل، ما فيش حد هيلعب يا كابتن بنفس المجموعة طول السنة. مش يعني مش هتتنى أحمد فتحي، أحمد فتحي حمد هاني يقدر يعوضه بشكل جيد، عاشور يقدر يعوضه، هشام محمد لو خد ثقة في نفسه ما أداش بنفس الأداء اللي أدى بيه هناك، لأن هشام محمد برضو يعني أنت جايب لعيب كويس أصلا ابن النادي الأهلي، ما عندوش الرهبة، ما عندوش الخوف، بجوار عمرو السولية يقدر يعالج. الحاجة الثانية مش عاوز أنا أجي أقول إن أنا عندي نقص لمجرد اتنين لعيبة أصيبوا، أو واحد أصيب واحد تم إيقافه، لا، ده في مرحلة كان النادي الأهلي بيلعب بالبطولة كلها الجزء الثاني ب 15 و16 لعيب وكان بيكمل. صحيح. فبالتالي انت عندك بدائل تقدر تحسن توظيفها وتستغلها، زي ما كابتن حسام جرب قدام الرجاء رامي ربيعه في هاف ديفندر. فلا، النادي الاهلي باذن الله الله قادر ان هو يكسب، ويكسب كتير لو اللعيبه في تركيزها وفي حماسها في اصرارها الطبيعي. طيب عايز اخد رايك في جزئيه الجمهور ودخوله، يمكن زي ما بنقول اول ما النادي الاهلي فتح جزئيه دخول الجماهير والتذاكر في 28,000 تذكره او مقعد هيبقى موجود في الاستاد من خلال الانترنت، دي خطوه جيده جدا. دي مساله جيده. لكن اللي مش جيد المشاكل اللي جايه من وراء بعض الامور، والمشاده اللي حصلت النهارده بين الكابتن ياسر ريان ووليد مهدي في النادي حوالين موضوع التذاكر وكده، وان الناس مش لاقيه تذاكر. يعني 28,000 ده اتاخدوا، لكن الناس مش لاقيه تذاكر. احنا بنتكلم في 50,000 تذكره، يعني خدت بالك؟ بنتكلم ان اتعمل سيستم ونظام جديد كويس، لكن السيستم والنظام الجديد ده محتاج حسن اداره. يعني حسن اداره، انا مش عايز اسمي الناس باسمائها، لكن محتاج حسن اداره، حسن تعامل، ويجب مع السيستم ده تقدير نجوم النادي الاهلي. يعني ما ينفعش نجم في النادي الاهلي يبقى بيجري على تذكره، لا طبعا ما ينفعش، يعني عيب اصلا. يعني ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. فالازمه اللي حاصله دي او المشاكل اللي احنا بنسمعها، يعني مش عايز استفيض فيها، لان لو استفضت فيها هقول كلام يوجع وانا مش عايز اوجع. يعني خلينا نتكلم في الايجابي، بلاش استفيض يعني في الكلام. يعني انا طلبت التذكره دلوقتي مش هلاقيها يا استاذ ابو معطي؟ يعني انت ممكن تلاقي محجوز لك، يعني ممكن تلاقي محجوز لك. لا بس لكن في تذاكر لسه خلاص، انا لسه عايز اروح بكره النادي. في تذاكر يعني بلاش والنبي، عشان ايه؟ ممكن يبقى فيها حرج ليك انت او لاي حد من الاداره، يعني مش عايز اقولها. يعني في تذاكر تم استغلالها بشكل انتخابي بشكل مباشر، بقول يعني في 10,000 تذكره اتقالوا ان هم اتاخدوا رايحين يتوزعوا بالشكل الفلاني. فده شيء مش محبذ. طيب يعني ده شيء مش محبذ. طيب. خلينا اكلمك على 50,000 وعدد وزيادتهم. وجود الجمهور ده مكسب كبير جدا. وده جه نتيجه التزام جمهور النادي الاهلي السنه دي، السنه اللي فاتت، وبرده التزام الجمهور في مباريات المنتخب. والجمهور ده حرك الصخر، بس طبعا مش عارف كابتن حسام هيسافر الخميس ولا لا، لان هو لو فتح يعني هو كان المفروض يسافر الخميس، بس تقريبا يعني اجلوا له الجمعه الصبح تقريبا. اتمنى ان التمرينه تتفتح للجمهور برضه، ويبقى حاضر التمرينه الاخيره، لان الجمهور بيخلق دوافع رهيبه جدا عند لاعبي النادي الاهلي، وبيخلق حماس واصرار كبير جدا عند لاعبي النادي الاهلي. فده امر مطلوب ان الجمهور يبقى حاضر، والجمهور في الملعب. بص، جمهور النادي الاهلي من الوعي الكبير جدا انه يعرف يساند فرقته، عمره ما بيتجاوز، حتى لو ازمت، لا، بيساند وبيدعم وبيهتف لفرقته، بيقف وراها لحد ما يتحقق الهدف. جمهور النادي الاهلي اللي هيبقى في المدرجات برضه جزء من ازمه التذاكر، ان قطاع رهيب من الجماهير عايزه تحضر، يعني الناس كلها عايزه تحضر، عايزه تساند، عايزه تقف ورا النادي الاهلي، فده شيء يحسب للجمهور. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى الجمهور هو اللاعب رقم واحد في هذه المباراه، ودي دوافع رهيبه للعيبه ان شاء الله. يعني انت متفائل ان تجربه الترجي وفتح الباب للجمهور في استاد التتش مكسب رهيب، خلقت دوافع رهيبه عند اللعيبه. خلي بالك ايه جايين، وكان شريف اكرامي عامل الغلطه اياها وسبب فيها في بدايه الشوط الثاني. اول حاجه عملوها ايه؟ حيوا كابتن حسام البدري، ثم حيوا ده اليوم اللي انت بتتكلم عليه يا استاذ المعاطي. ثم حيوا كابتن شريف اكرامي. يعني فهمت انت ازاي؟ فالمساله دي شيء ايجابي ان الجمهور يبقى بهذا الوعي. فالجمهور اللي بهذا الوعي
لو حضر هو اللي خلى اللعيبه دي تبقى مسافره. اظن احنا موجوده من هنا من طبعا خلق عندهم دوافع رهيبه جدا. ده جمهورك اللي بيحبك اللي بيساندك اللي بيدعمك، او ده جزء من جمهورك او بيعبر عن الملايين من عشاق النادي الاهلي في المدرجات. فبالتالي وجود الجمهور في المباراه عنصر مهم جدا 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 ومؤثر. خلي بالك ان خلاص احنا تعودنا على الفرحه في المدرجات، يعني الجمهور في مباراه مصر والكونغو كان فرح، وباذن الله باذن الله وكان واقف ورا الفرقه حتى لما يجي جون التعادل في وقت الازمه. فجمهور النادي الاهلي جمهور ذكي، عنده وعي، عنده احترام، عنده تقدير للفرقه، داعم لها، ثقه كمان، حتى عنده ثقه في لعيبته. ده ثقه لغايه اخر دقيقه. يعني الثقه دي باذن الله باذن الله. لا باذن الله، يعني شوف اللقطه دي يا كابتن، اللقطه دي هي لقطه الثقه للشريف اكرامي. دي اللقطه اللي خلته اسد في المباراه هناك بتاعه الترجي. فاتمنى ان هو يبقى، انا نفسي شريف اكرامي يلعب باقي مبارياته بنفس اداء قدام الترجي. عنده قياده لفرقته، عنده كل كوره بيطلع عليها اسد، عنده تركيز شديد مع كل كوره، فت في الملعب. لو شريف اكرامي بالمواصفات دي وادى بشكل الترجي، انا اقول لك شريف اكرامي يبقى جون مصر في كاس العالم. عدا هذا لكن ما يجيبش بقى ان يبقى فيه سرحان للحظات، يبقى فيه عدم تركيز، كل ده ممكن يضيع حاجات ايجابيه من جون عملاق بهذه الامكانيات الكبرى. طيب يعني طبعا مشكله التحكيم احنا بنواجهها هنا، ويمكن في مشكله في المباراه دي كمان. يعني انت عارف حضرتك ان تم تغيير طاقم التحكيم او الحكم توانسه شطار في جامد ان كان دانيال بنيت هو كان الحكم، ولكن الاتحاد الافريقي غير برضه لمواطنه الجنوب افريقي ايضا فيكتور جوميز بدلا من دانيال بنيت. بتشوف ان دانيال بنيت انا شايف ان هو كان حكم كويس قوي بجد؟ جوميز انا ما اعرفوش. يعني دانيال بنيت من الحكام اللي هم جم حكموا هنا مباريات كتيره لاهلي والزمالك والمنتخب وكده. لا حكم خبره وعنده ثقه. جوميز انا مش فاكره. يعني لو قلنا هو ادار مباراه ايه ممكن افتكره. طب بس مباراه النجم كان الحكم ايه رايك فيه اللي هي هناك؟ لا كويس، كان كويس في جون لان في جون بتاع النادي الاهلي فيه شبهه، لكن الحكم كويس. يعني بص انا بحكم على الحكم ان هو يبذل اقصى جهد اقصى جهد لاتخاذ قرار سليم، يبقى فت فنيا، خد بالك ما يبقاش منحاز. يعني احنا مش عاوزين نشوف الحكم زي حته مايكل انرام، ان تحس ان هو ضدك بشكل عنيف. بشكل عنيف. ده اللي بيزعل. لكن انا شايف ان التحكيم، بص يا كابتن، التحكيم ما يقدرش ياثر على نتيجه مباراه بشكل كبير. والتحكيم ما يديكش بطوله، والتحكيم لو ظلمك في مباراه حتى مهما كانت هذه المباراه انت مشوارك طويل. لو اللعيبه يا كابتن بص، انت جبت جون سليم 100%، ما انت هيلغوا لك ازاي؟ يعني ما يتلغاش. انا عارف بعض الحكام من النوادر، يعني كان احد الحكام متفق مع بس ده زمان مش دلوقتي، كان في مباراه صعود للدوري الممتاز ففلان ده بيديرها، فبعد المباراه رئيس النادي خرج، الفرقه دي ما صعدتش، فبيقول له يعني كان ممكن تدينا بنالتي، قال له انتوا عندكم حد بيعرف يقع؟ يعني حتى يعرف يقع؟ يعني قصدي اقول ان طول ما انت مركز حكم ما يهدكش، ما يهمدكش. انت ما خفتش في مباراه الترجي من الحكم على فكره؟ لا انت ممكن انت لازم مركز. عشان كده بقول لحضرتك ايه، سلاح الاهلي الاول هو التركيز صحيح والاصرار على الفوز. صحيح، لو عندك تركيز واصرار على الفوز محدش هيوقفك ولا حد هيمنعك. بيبان كمان الاداء وشكلك في الملعب وخلاص بقى. يعني مهما كان حكم، لو الحكم نجح في انه يخليك تعترض على كل كوره وتفقد تركيزك انت خسرت الماتش. لو الحكم نجح ان يفتح يبقى في حوار بينك وبين الحكم على كل كوره يبقى انت، لان لو الحكم حسب عليك حاجه مفيش 100% عاوز يخسرك، استحاله. تبقى خبرات على فكره من اللاعبين جوه، وطبعا تعليمات. يعني انسى الحكم وركز في القرار ايا كان المساله. قرار صحيح، لازم هو هيبقى عنده دم، هيخاف على نفسه، هيخاف على اسمه، لان في حكام رايحين. يعني ده دور قبل دي سنه كاس عالم يا كابتن، وده سنه كاس عالم، واللي هيجي لك حكم كويس خلاص انت بتلعب على بطوله، مش هيجيب لك حد يجرب. الناس اللي بيجربوا دول بيبقوا في ادوار ال 32 وال 16 وما الى ذلك. يعني طيب خلينا ناخدك بقى، يعني انا مش عايز اتكلم على الجزئيه دي قبل مباراه النجم، لكن الجزء الانتخابي عاجلا ام اجلا هيبقى موجود، يعني خصوصا بعد ان يوم السبت هيتقفل باب الترشح. في بالنسبه شايف ازاي المشهد الانتخابي ده يا استاذ؟ المشهد الانتخابي الاهلي بيختار بين عنصرين جمال يفتخر بهم النادي الاهلي، سواء المهندس محمود طاهر رئيس النادي الحالي او الكابتن محمود الخطيب.
مهندس محمود طاهر على مدار سنوات عمل شغل كويس في النادي يشهد له الاعضاء. كابتن محمود الخطيب اسطوره في عالم كره القدم، له مكانته وله تقديره وله شعبيته وله جماهيريته الطاغيه، وله تدرجه في العمل الاداري من عضو ثم امين صندوق ثم نائب ثم ترشح رئيس، وعنده طموح ان هو يبقى رئيس النادي. النادي الاهلي الناس اللي مترشحه فيه كلها ناس محترمه، يعني لما يبقى في وزير نازل على منصب كوادر النائب موجوده كتير. عايز اقول لك بس ان وفي كوادر اعتذرت، في كوادر اعتذرت لانها شايفه ان المعركه تبقى ساخنه جدا، وفي ناس نجوم كوره الحياء منعهم ان هم يترشحوا على قائمه المهندس محمود طاهر حتى لا يكونوا ضد الخطيب. لو عايزني اقول لك اسم، في اسم كبير كان بيتعرض الى ضغوط وبيبقى ده انفراد للبرنامج من المهندس محمود طاهر للترشح على قائمته، هو الكابتن مصطفى عبده. والضغوط مش عايز اقول لك كانت لسه شغاله، وانت اللي كان بيطلب التليفون قبلها كان برضو حد عايزه عشان يضرب بشكل ده. كابتن مصطفى طبعا احنا كلنا عارفين بوفاه السيده الفاضله زوجته، ثم راح عمره وجي من 48 ساعه. بتعرض للضغوط دي، هو قال بشكل مباشر انا ما اقدرش ابقى ضد الخطيب، يعني ما اقدرش، ده صديق عمري وكذا كذا. لكن الاسماء اللي هنا والاسماء اللي هنا، يعني مصطفى مراد فهمي لما يبقى بخبراته الاداريه نازل مع محمود طاهر، ده مكسب للنادي الاهلي سواء هو او العمري على المنصب ده. كامل زاهر وخالد برندلي في امانه الصندوق ايا كان مين فيهم اللي شغال هو المكسب. مجموعه الاعضاء، يعني لما يبقى عندك حد بقيمه اقتصاديه زي هاني سر الدين اللي اسمه بدا يتقال في قائمه المهندس محمود طاهر، ده مكسب. لما حد يبقى هناك بخبرات خالد مرتجي واسمه مكسب. في الشباب هنا وفي الشباب هنا عناصر كتير كويسه، سواء شيرين منصور سباحه ليها بتحظى بحب، والمفاجاه ان رانيا عنوان ما بتحظاش بحب بين اسره السباحه، وده امر محل علامات استفهام كبيره. يعني شيرين منصور اللي هي نازله تحت السن في قائمه المهندس محمود طاهر في السباحه محبوبه عن رانيا وعن ابراهيم الكفراوي، وده محل لغز كبير. في اظن معاها مروان، ماشي مروان عنده خبرات ان هو كان موجود مروان هشام امام السنه دي، ثم احمد مصطفى مميز جدا مع احمد مصطفى الجماعية. احمد ده يعني القائمه لسه ما اكتملتش وما تمش الاعلان لسه طبعا، لكن احمد مصطفى مثلا ابن هناء حمزه كابتن مصر في الطايره، عضو مجلس اداره في اتحاد الطايره، هو ولد شاب جميل وعنده خبرات. في اليمه الثانيه تلاقي برضه في ثلاثه كويسين في السن، تلاقي محمد الجرحي بعمله السياسي والرياضي، هتلاقي محمد سراج. انا طبعا ضد مهند لان ما ينفعش تخون في اللحظات الاخيره، انا ما بحبش الخيانه، انا شخصيا ما بحبش الخيانه. تبقى شغال مع مجلس وتيجي تطلب انك انت تنضم لقائمه ثانيه، انا ضد الفكره دي. ما تبقاش انت في مجلس اداك دعم او رجل اداك دعم وتسهيلات في العاب فرديه وتحديدا الكاراتيه او حاجه بالشكل ده عشان نعمل حاجه للنادي، وتبقى انت مركز معاهم انتخابيا، ثم تيجي في اللحظه الاخيره تخون. الخيانه دي شيء بشع. وانا بص يعني ايه، طبعا لازم ندي القائمه كمان فيها دكتور ايهاب ماضي اللي هو بتاع ووتر بولو، فيها محمد جمال هليل، فيها اظن مين تاني من اللي تم قلنا، هاني سر الدين، مش فاكر بقى باقي الاسامي. هناك مع كابتن خطيب برضو مجموعه من الشخصيات المميزه، سواء خالد مرتجي، سواء رانيا، سواء ابراهيم الكفراوي كده. لكن ايه اللي هيفصل بقى؟ اللي هيفصل الفتره الجايه دي هو تحدث حتى اعرفك. اللي هيتكلم وهيغلط هو ده اللي هيخسر، الاعضاء مش هتنتمي ليه. الان حتى الان الاعضاء جوه النادي مع محمود طاهر، حتى الان الشارع والجمهور مع محمود الخطيب. هل ينجح محمود الخطيب في التواصل مع الاعضاء وان هو يستملهم؟ ده موضوع مهم جدا. مع الخطيب اللي انا عارف ان هم بكره كقايمه هيتقدموا، المهندس محمود طاهر هيتقدم السبت، لان مازال في ناس بتعتذر، في ناس عندها خاصه نجوم الكوره عندهم حرج ان هم ينزلوا قبل كابتن محمود الخطيب. ودي مساله يعني عشان الناس لو ما لقتش نجوم كوره، لا ممكن تبقى، والنادي الاهلي نادي كوره ونادي شعبيه كوره، ممكن تبقى قائمه طاهر ابو زيد. طبعا اعتذر، ما رضاش، ما وافقش ان هو ينزل على منصب النائب، لكنه داعم
للمهندس محمود طاهر. اذا القائمتين النادي الاهلي بتدرب العمليه الانتخابيه في الان شخصيات محترمه في القائمتين، كل منهم جدير بالمنافسه. عضو النادي الاهلي هو اللي هيختار، عضو النادي الاهلي ما حدش يقدر يغير قراره. الاداء الاعلامي لكل قائمه هيفرق، اللي هيشتم وهيتجاوز هيخسر، اللي هيشتم واللي هيتجاوز هيخسر. بعد يعني الاسبوع الجاي تقدر تحدد البرامج التلفزيونيه مين مع مين، الصحف مين مع مين، هتبقى انت عارف. نعم، في برامج متحدده اصلا، في برامج متحدده طبعا، وفي حاجات متحدده من زمان، لكن انا بتكلم فيه سهل على باقي القنوات تبقى عارف مين مع مين ومين كده. طبعا في برامج كبيره متحدده، لكن اللي انا بتكلم فيه ان برضو اللي هيحكم، يعني اقدر احط لك منشيت الان يعني، بس مش عايز اقوله يعني الان النهارده محمود طاهر رئيس النادي الاهلي بالاعضاء، الخطيب بالجمهور، رئيس النادي الاهلي بالجمهور، هي الفكره قدره الخطيب على التواصل مع الاعضاء، والفكره ان الكل يبقى في واحد خدمه الكيان ده. لا مرض. الكل يبقى في واحد، القايمه تبقى على قلب راجل واحد. انت بتتكلم على القايمه. القايمه عند الكابتن محمود الخطيب حتى الان مش على قلب راجل واحد. ولو عاوزنا استفيد في التفاصيل ان العمري مش على وفاق مع خالد مرتجي وخالد درندلي وراني. فبالتالي الدنيا وكان في كلام ان هشام ينزل كمان، فالدنيا ما فيهاش انسجام. هيبقى عند المهندس محمود طاهر، لا الكل اللي موجود هيبقى في واحد، لان ليها رئيس واحد. واللي جايين عندهم دوافع لده. انا بس يعني ايه، الاستاذ عماد وحيد في كلام ان هو غالبا مش هينزل، ماشي، وانا اؤيد انه ما ينزلش. لان الاستاذ عماد وحيد يعني ايه عصبي وبسرعه بيفقد اعصابه. مش عايز اقول اكتر من كده يعني. فالقايمه اللي هتبقى كل في واحد هي اللي هتكسب. بس هو عصبيته انا بشوفها لخدمه النادي او حبا في النادي. انا ما اعرفوش على المستوى الشخصي عشان اقدر احكم. انا بعيد عن المستوى الشخصي، عن كل ازاي يجيب حاجه يعني. انا عارفه على المستوى الشخصي الناس اللي قدام، لكن اللي هي برضه خليني اقول لك ان الشباب هيبقى لهم دور في قاطره الانتخابات. يعني في ترجيح القوائم سواء هنا او هنا الشباب هيبقى لهم دور، لان هو النهارده الشباب ده هو اللي متواصل مع مرحله عمريه معينه. في ميزه عند قائمة المهندس محمود طاهر وهي انه قدر يجيب 15,000 في يومين. لو جاب 10,000 من ال 15 دول بشكل تنظيمي، لا يبقى هيعد من بعد العشر. دي مسألة مهمة جدا. خلالك ايه؟ انا تعايشت انتخابيا مع الملاح في نادي الشمس. سيبك بقى من خبرات الواحد في كل حاجة. الجزئية دي لو جت ال 15,000 دول اللي يقدر يحشد ويقدر يجيبهم للنادي، يبقى فرق. اللي هيقدر يوصل للعضو في البيوت هيبقى فرق. حزب الكنبه في النادي الاهلي هيبقى له دور. مش الاعضاء بس اللي جوه النادي اللي بيجوا النادي، لا، الناس اللي غايبه وتنتمي الى شركات وهيئات ومؤسسات هيبقى له دور. شايف ان كابتن الخطيب نجوم الكوره هيبقى عندهم حرج ان هم يساندوا المهندس محمود طه الا قليل. شايف ان المسانده الاكبر من نجوم ودول لهم تاثير رهيب على عضو النادي، ان هم هيبقوا واقفين معاه. قليل قوي اللي هيبقى واقف مع محمود طاهر من نجوم الكوره. فالمساله فيها حسبه وتوازنات وحكايات وروايات تتضح بشكل نهائي مع غلق باب الترشيح، وانك تشوف القائمتين تقدر تحكم. لكن اللي انا واثق فيه ان النادي الاهلي يشرف بان الخطيب يبقى رئيس او محمود طاهر يبقى رئيس، ويشرف انه ان يبقى في عدد من الاعضاء المحترمين اللي مترشحين واسمائهم اتقالت ان هم يديروا النادي الاهلي. يشرف النهارده ان 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 اللي ماسك الاداره في النادي الاهلي ما بيضايقش اللي جاي، ما بيضايقش اللي بره. بمعنى ان النهارده قائمه الكابتن محمود الخطيب بتتحرك زي ما هي عاوزه في اي فرع، في الشيخ زايد، في مدينه نصر، في الجزيره. امبارح كان موجود في النادي الاهلي، ده حقه وده سلوك راقي يتناسب مع اسم ومكانه النادي الاهلي الشعبيه والجماهيريه طبعا. ماشي، عكس نادي الزمالك ان الناس متعلق صورها على الباب ممنوع تخش، وده يحتاج الى تدخل. بتقول الاسامي، الواحد بيبقى سعيد ان الكوادر دي موجوده في النادي. دي خلي بالك الكوادر دي الكوادر يعني الناس دي تفخر بيها. الكوادر دي ما اتصنعتش النهارده، اتصنعت على مدار اجيال. ها
انها خدت فرص تحت السن وخدت فرص فوق السن وخدت ملفات مهمه واتجربت. محدش سمعته لكتها الالسن سواء في القايمه دي او في القايمه دي. لكن يعني ايه النجوم، النجوم في الانتخابات دي قناعتي الشخصيه مش هيفرق. النجوم مش هيفرق، هيفرق قناعه عضو النادي على مدار السنين اللي فاتت، تقديره للناس. يعني الناس اللي هي حبه كوره وعايشه الكابتن محمود الخطيب دي هتبقى منتميه ليه. الناس اللي عايشه ما تم في النادي على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا تبقى محمود طه. لكن خليني اقول لك ان النتيجه عمرها ما هتزيد عن 48 52 47. منافسه شرسه، منافسه شرسه جدا. والاخر يوم وهيحكمها عضو النادي مش كده، وهيحكمها السلوك والاداء الاعلامي. صحيح. من الجميع في المرحله القادمه. اتمنى ان يبقى الاعلاميين المساندين للطرفين لا يلجأوا الى البذاء، لان اللي هيلجأ للبذاء والتجريح هيخسر. تمام. هيخسر. ما ينفعش ان انا لا جرح في كابتن محمود الخطيب ولا جرح في المهندس محمود طاهر، لانهما يمثلا رمزا للنادي الاهلي. صحيح. رمزا للنادي الاهلي في السنوات القادمه في الاربع سنين اللي جايه. والمكسب هو النادي الاهلي. ما هو مكسب النادي الاهلي في برضه في اعداد كوادر. صحيح. يعني انت النهارده لما تبص للاسامي كل دي كوادر لها مكانتها الرياضيه والاجتماعيه. صحيح. انت جايب ناس النهارده يعني هاني سر الدين رئيس بورصه. انت يعني اسم كبير. خدوا عادك قائمة كابتن محمود الخطيب فيها ناس رجال أعمال وعندهم استثمارات وقدرات عالية. الواضح، الواضح إن الفلوس برضه هتلعب دور. والفلوس بتلعب دور في كل حاجة. أي انتخابات فلوس. صحيح طبعا. فقائمة كابتن محمود الخطيب عندها ركائز مالية تقدر تعمل حاجات كتيرة جدا. قائمة المهندس محمود طاهر ما عندوش الركائز المالية دي، يعني بيعتمد على ذاته أو شخصه. يعني خدوا عادك. لكن قائمة بقى في فرق بين القائمه، حاجه في القائمه، اصل انت فتحت لي المقارنه بينهم. قائمه كابتن محمود الخطيب لها 100 مستشار. ليها 100 مستشار. قائمه محمود طاهر هو مستشار نفسه. صوته من دماغه، هو عنيد بالمناسبه. عنيد جدا. وكل حاجه بيعملها بنفسه، فالمساله دي هتبقى حاكمه وفاصله. قائمه كابتن محمود الخطيب هيبقى فيها خيانات، والناس تفتكر الجمله دي في الانتخابات. وقلتها لناس منهم لما بيسالوني قلت لهم قائمتكم بسم الله ما شاء الله فيها خيانات وهتحصل، وهتلاقي قوائم مضروبه وناس مع ناس وناس ضد ناس. قائمه محمود طاهر مش هيبقى فيها الخيانات نتيجه ان كله ورا ريس، مفيش سوابق في الاداء العمل الاداري يقدر ان هو يفرق سواء هنا او هنا. طيب انت خلاص خلصت كل حاجه في المقارنات وكل حاجه. لكن زي ما بقول لك في الاول وفي الاخر انت تبقى سعيد النادي الاهلي. انا سعيد ان بالاسامي اللي بتشرح في النادي الاهلي. اسامي موجوده، منافسه شرسه هتبقى موجوده، وكان لازم اسالك على المشهد اللي انت طبعا لا واخلاقية. طبعا دي حاجه احنا متميزين بيها كنادي. طبعا لكن الانتخابات دايما بتبقى هي كده الصندوق. خلي بالك برضو جرى بس في حته يا كابتن، يعني ما حدش يجهر بجزئيه ان هو انا مع مين ومش مع مين. لا هيجهروا في ناس. الانتخابات ده هيجهروا ازاي بقى؟ هيجهروا هيجهروا ونجوم الكوره في حرج. يعني بقول لك نجوم الكوره في حرج. انا قلت لك ايه دلوقتي على كابتن مصطفى عبده؟ الضغط عليه اللي من الناس برضه ما تعرفوش ان كابتن محمود الخطيب عرض كابتن مصطفى عبده انه يبقى معاه من قبل الوفاه، من قبل الحادث، مش من بعده. تمام. مكسب برضه. لا فالنجوم هيبقوا في حرج هنا وهنا. لكن الناس هتجهر بارائها، بس في ناس هتبقى في حرج. مين الناس اللي في حرج؟ اللي كانوا الانتخابات اللي فاتت في مكان والنهارده في مكان تاني. مش هيبقوا مقنعين للعضو. انك انت من ثلاث سنين كنت بتقول لي انتخب فلان، النهارده بتقول لي لا انتخب فلان. مش هتبقى مقنع للعضو. يعني خدوا عادك انت ازاي؟ لكن الاهم من كل ده ان الكوادر اللي مترشحه في النادي الاهلي يعني ايه جديره باداره النادي الاهلي. صحيح ايا كان. اشكرك يا استاذ ابو المعاطي. شاكر ليك يا كابتن محمد وسعيد ان انا كنت معاك. سبتك ما تقول لي انت عايز اهو قناه النادي الاهلي خالص يا عم. انا ما قلتش حاجه وانا دلوقتي قلت حاجه. انا قلت لك مثلا ان في 10000 تذكره بتقول ما ينفعش موضوع التذاكر ده. خلاص بقى فضيحه ان يتقال ان في 10000 تذكره راحوا عشان الانتخابات وكده. وليد مهدي عمال يدي اصحابه يوزع لهم التذاكر والبرامج وكده وبتاع. اشكرك استاذ المعاطي. بشكرك وان اداره الاعلام واقعه. بشكرك يا استاذ المعاطي. يعني طبعا بنتمنى طبعا التوفيق لفريقنا يوم ان شاء الله. الامر ده هو ده الاهم. خد مني الاهلي بطل افريقيا ان شاء الله. هنوصل الاهلي بطل افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بطل افريقيا. ودائما هو يعني بطل افريقيا النادي الاهلي والنجمه التاسعه تبقى موجوده بامر الله. اشكركم شكرا جزيلا. بعد فاصل هيكون معاكم كابتن شادي محمد وبرنامج الكره والجماهير. انتظروا